وما الذي استفاده النائب خليل يوسف من تجربته البرلمانية؟ استفدت مجموعة من القصص، قصص بديعة بما فيها حتى قصص الفساد نفسها، هي قصص بديعة يعني من حيث الصراع الخير والشر. استفدت خبرات أكيد حياتية، لكني لم أستطع أني أو لا أستطيع أن أقول أنني قدمت أنا ومجموعتي في البرلمان إسهاما حقيقيا ينقذ هذا الشعب من براثن الفقر والتخلف والرجعية حتى، لأن احنا مجموعة قليلة جدا المعارضين اللي موجودين في البرلمان، والقرار بيتاخد بالأغلبية زي كل الديمقراطيات في العالم، وبالتالي لن نؤثر غير في بعض صياغة بعض النصوص في بعض القوانين، لكن ما نقدرش نقول ان احنا استطعنا ان احنا نقدم انجاز حقيقي لهذا الشعب يستحقه هو، ولا البرلمان نفسه على بعضه كده استطاع ان يكون على قد طموحات هذا الشعب عندما خرج في ثورة 25 يناير أو 30 يونيو ليطالب بالعيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية والاستقلال الوطني، كل هذه والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، كل هذه المطالب التي خرج بها الشعب المصري. أنا بتصور البرلمان كان أقل كثيرا من أن يحقق ولو جزء بسيط منها.